السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واحبابي في الله، اهلا بكم في قناتنا قناة منوعات نور. جينا النهاردة حلقة جديدة من سلسلة المرأة والحاملة، نتكلم فيها عن موضوع مهم جدا واتطرح في الكومنتات، والمفروض ان احنا نوفي الموضوع ده من الالف للياء. حد سألني في الكومنتات وكان قلقان جدا وبيقول اديني نصايح بعد عملية التلقيح الصناعي. طبعا يعني من كتر الأسئلة والقلق لازم كان الواحد يعمل موضوع عن النصايح بعد عملية التلقيح الصناعي. محتوى الفيديو بتاعنا التلقيح الصناعي، نصايح بعد التلقيح الصناعي وطبيعة الغذاء والفيتامينات والحركة والنشاط والراحة. طيب قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، احب افكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. نبدأ الفيديو بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم. في عملية التلقيح الصناعي بعد نقل الجنين من أكثر من المراحل تشويقا وإثارا للقلق، حيث يبدأ العد التنازلي لإجراء الاختبار الحمل ومعرفة مدى نجاح عملية التلقيح الصناعي. تعد عملية الزراعة الخطوة النهائية من عملية التلقيح الصناعي، حيث يتم وضع الجنين في الرحم وفحصه بعد الزراعة بأسبوعين. تحتاج هذه الفترة عناية خاصة، والأهم من الاستمرار بالحياة العادية وتجنب الإصابة بالهوس بموضوع الحمل والقلق تماما، وده اللي أنا قلته في الكومنتات، ابعدي عن القلق تماما، ما تحطيش الموضوع في دماغك وتفضلي، لأن القلق أصلا في الحياة العادية سبب لفشل أي مشروع. يعني لو حتى تفتحي مشروع، لو هتعملي كيكة، لو هتطبخي طبخة وقلقانة من حاجة، القلق سبب فشل، فما تحطيش موضوع القلق ده في دماغك. فما هي أهم النصائح بعد التلقيح الصناعي؟ نصائح بعد عملية التلقيح الصناعي: الراحة بعد التلقيح، النشاط اليومي وبعد التلقيح، وشرب الكثير من المياه، ممارسة الجنس والحمام المغمور بالماء الساخن، الأدوية بعد التلقيح الصناعي، الطاقة الإيجابية، تناول الطعام الصحي، تجنب درجات الحرارة القصوى، الدعم من الأسرة والأصدقاء. نمسك كل نقطة من دول بالتفصيل. الراحة بعد التلقيح الصناعي: بعد الانتهاء من عملية نقل الجنين، تحتاج المرأة إلى الراحة لمدة 30 دقيقة في العيادة. يمكن تمديد الفترة بالحدود المعقولة حسب حالة المريضة. يمكن للمريضة العودة إلى المنزل وممارسة حياتها بشكل طبيعي. ينصح في الفترة القادمة بتجنب المجهود الجسدي الكبير، مثل ممارسة الرياضة النشطة ورفع الأشياء الثقيلة. عدا ذلك يمكن الاستمرار بالأنشطة اليومية العادية من المشي والعمل وغيرها، بس بحذر. النشاط اليومي بعد التلقيح الصناعي: يمكن ممارسة الأنشطة اليومية باستثناء الحركة القوية والجهد البدني العالي. بعد نقل الجنين يمكن الخروج والمشي والقيادة، ويمكن العمل دون وجود أي مشاكل، بس بحدود وما نقومش بمجهود أكتر من اللازم. شرب الكثير من المياه: يفضل في هذه الفترة تناول كمية من السوائل وبالأخص الماء. يمكن ملاحظة التبول بكثرة، ويجب الحد من استهلاك الأملاح. ممارسة الجنس بعد التلقيح الصناعي: يجب على المرأة تجنب ممارسة الجنس في الفترة ما بين عملية الزرع وعملية الفحص. تعد هذه فترة الراحة للحوض. يجب الانتظار لإجراء الفحص للعودة للنشاط الجنسي مرة أخرى. الحمام المغمور بالماء الساخن: يجب على المرأة تجنب الحمام الماء الساخن وتجنب السباحة سواء كان في الحوض أو البحر. يعود ذلك لتجنب العدوى وانتقال الأمراض التي يمكن أن تصيب المرأة الحامل، وبالتالي تعرض الأجسام لاستخدام الأدوية التي يمكن أن تؤثر على صحة الجنين. الأدوية بعد التلقيح الصناعي: يتم تحديد الأدوية التي يجب تناولها من قبل طبيب النساء أثناء فترة العلاج. يجب الاحتفاظ بكمية من هرمون البروجستيرون لدعم وظائف الجسم وتقوية بطانة الرحم حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل. بعد ذلك قد يقرر الطبيب تقليل الجرعة أو إيقافها، حيث تقوم المشيمة بإنتاج هرمون البروجستيرون المركز في ذلك الوقت لدعم الحمل.
الطاقة الإيجابية، يساعد التفاعل بإحداث فرق بعد نقل الأجنة. تجنب التوتر والقلق وعدم وجود هاجس يساعد في نجاح عملية التلقيح الصناعي. تساعد ممارسة الهوايات والأنشطة الترفيهية من التفكير المستمر والقلق. كما يمكن ممارسة التأمل واليوجا لتجنب التوتر والقلق. تناول الطعام الصحي، يجب على المرأة في فترة الزرع أن تتناول الطعام كأنها حامل بالفعل. يجب المحافظة على الغذاء المتوازن والصحي الذي يحتوي على العناصر الغذائية لبناء طفل سليم. يجب على المرأة التركيز على البروتين والألياف والخضار. يجب تجنب الأسماك التي تحتوي على نسبة زئبق مرتفعة. يجب مراجعة الطبيب في موضوع المكملات الغذائية مثل تناول الفيتامينات. الأكل الممنوع بعد التلقيح الصناعي يشمل الكحول والنيكوتين والكافيين. تجنب درجات الحرارة القصوى زي الحر اللي احنا فيه الأيام دي، سواء كانت الحرارة الباردة أو الحرارة العالية. يجب تجنب الاستحمام بالمياه الساخنة والساونا واليوجا أو الأنشطة التي تعمل على رفع درجة حرارة الجسم. يعد الدش الساخن الحل المناسب لحين إخبار الطبيب بإمكانية استخدام الطرق الأخرى. الدعم من الأسرة والأصدقاء، تحتاج المرأة لوجود الدعم من الشريك وأفراد العائلة والأصدقاء. يجب تجنب القلق والتحدث مع العائلة في وجود مخاوف. طيب، التلقيح الصناعي، تعتبر عملية التلقيح الصناعي سلسلة من الإجراءات المعقدة التي تساعد في الإنجاب أو منع حدوث بعض الأمراض الوراثية لدى الجنين. يتم من خلال هذه العملية جمع البيض الناتج من المبيض وتخصيبه بواسطة الحيوانات المنوية في المختبر، ثم يتم نقل البيض المخصبة إلى رحم الأم. وعادة ما تحتاج عملية التلقيح الصناعي إلى 3 أسابيع. تعتبر عملية التلقيح الصناعي من أكثر العمليات الفعالة في المساعدة على الإنجاب. ويعتمد نجاح هذه العملية على عوامل مختلفة مثل العمر والسبب في العقم. ومن هذه الأسباب انسداد قناة فالوب، اضطراب في عملية الإباضة، التهاب بطانة الرحم، الأورام اللي فيها في الرحم، وضعف إنتاج الحيوانات المنوية. وإحنا ذكرنا في الفيديو ده بعض النصائح اللي ممكن نقوم بيها بعد عملية التلقيح الصناعي. طيب، تتوافر العديد من النصائح بعد التلقيح الصناعي التي تساعد في إنجاح عملية التلقيح. وأهم هذه النصائح الالتزام بتغيرات نمط الحياة التي ستعطي الجسم الدعم اللازم أثناء فترة التلقيح الصناعي. وفيما يأتي بيان لبعض النصائح، طبيعة الغذاء والفيتامينات. ينصح خلال فترة التلقيح الصناعي التركيز على تغذية الحامل بالغذاء الصحي المتوازن. لذلك ينصح باتباع حمية غذائية تتكون من نسبة عالية من الخضار والفاكهة الطازجة وزيادة كمية البروتينات في الغذاء، وخاصة الدواجن والأسماك، بس الأسماك عالية الزئبق زي ما قلنا بلاش. وكما يفضل زيادة البقوليات مثل الحمص والفول والعدس، وينصح بتخفيف كمية الدهون من الطعام. كما يفضل تجنب أكل اللحوم الحمراء والسكريات والأطعمة المعلبة، وينصح بزيادة كمية الحمض الفوليك أسيد قبل البداية بعملية التلقيح الصناعي، لما له دور كبير جدا في تطوير الدماغ والنخاع الشوكي لدى الجنين. كما ينصح باستخدام زيت السمك، وذلك لأنه يساعد في تطوير نمو الجنين بالطريقة الصحيحة. ويفضل استخدام فيتامين د إذا كانت الأم تعاني من نقصه، وذلك لأن نقص فيتامين د يؤثر على صحة الطفل بعد الولادة ويزيد من احتمالية إصابته بالتوحد. الحركة والنشاط، قد تتجنب بعض النساء الحركة وممارسة الرياضة خلال الفترة الأولى بعد التلقيح والنوم في السرير، وده غلط جدا، وذلك خوفا من أضرار الحركة على الجنين والتي قد تؤدي إلى الإجهاض. ولكن أثبتت الدراسات أن الاستمرار بالحركة الخفيفة والمعتدلة واليومية لا يؤثر على صحة الجنين، ولكن بتتجنب الرياضة التي تتطلب مجهود كبير مثل الجري، وذلك لأن الجري يؤدي إلى عدم وصول الدم إلى البويضة المخصبة، وكما يقلل سمك البطانة الرحم فيؤدي إلى الإجهاض.
ينصح بعض الأطباء بالراحة للنساء بعد التلقيح الصناعي في الفراش لمدة تتراوح بين 10 دقائق وال5 أيام فقط لا غير، وذلك اعتمادا على رأي الطبيب. ولكن بيّنت الدراسات أن معدلات نجاح عملية التلقيح الصناعي تكون أعلى عند النساء اللواتي يقمن بالنشاط اليومي المنتظم مقارنة مع غيرهم، كما أن ومعدل الإجهاض أقل مقارنة مع النساء اللواتي يستلقين على الفراش لمدة نقاهة معينة. وجالي سؤال برضو في الكومنتات بتقولي أنام على ظهري ولا أنام على جنبي، أنا مش عارفة أنام على إيه. النوم في أي وضع ما عدا على البطن كويس جدا، مفيهوش أي مشاكل. نامي على الجنب اللي يريحك وعلى ظهرك مفيش منه مشاكل خالص. ويعني القلق اللي الواحد بيبقى فيه من فترة الإخصاب، من فترة نقل البويضة للرحم لفترة عمل التحليل، بلاش منه بلاش. لما تلاقي نفسك هتفكري كتير دماغك هتبقى مشغولة، أنا أعمل إيه ولا هنام كده ولا أفضل نايمة ولا أقوم ولا أتحرك ولا طب العملية نجحت، طب أنا هعمل التحليل إمتى، طب إيه كل الأسئلة دي ابعديها عن دماغك تماما. اقعدي مع ناس كتير، اقري كتير، اتفرجي على التلفزيون، الهي نفسك بكل حاجة، ما تفكريش. بلاش 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 قلق، انا بقولها المرة المليون، بلاش قلق. انا شفت في الكومنتات اللي خليني اعمل الفيديو ده الاول والاخير بلاش قلق. السبب الاول والاخير اللي اقدر اقوله في الفيديو هنا، ابعدي عن القلق، يعني توكلي على الله وسيب. انت عملتي كل حاجة صح، عملنا اخترنا الدكتور صح وخدنا الادوية صح وتمت العملية بنجاح ان شاء الله، خلاص يعني وكلي امرك لله. ربنا رايدك هتحملي، ربنا مش رايد، دي من عند ربنا، احنا مش هنعترض قدر ربنا. لان لو العملية نجحت فده بإرادة ربنا، لان ربنا محدد لك انك تحملي في الوقت ده بالسبب ده. ما نجحتش يبقى ربنا برضو كاتب ومقرر ان انت مش هتحملي في الوقت ده. يعني احنا بنعمل الاسباب تمام، بس القرار والقدر من عند ربنا، فنقول الحمد لله ونوكل ربنا في كل حاجة ونرمي همومنا على الله. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، أشوفكم على خير في حلقة جديدة من قناتنا، قناة منوعات نور. واللي عنده أي سؤال يسيبه في الكومنتات، وإن شاء الله إن شاء الله هنرد عليه في الكومنتات، أو لو لقيت السؤال اتكرر كتير ومستدعي إن أنا هعمل فيديو، أعمل فيديو عليه إن شاء الله. أشوفكم على خير في حلقة جديدة. وقبل ما ننهي أحب أفكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.